فيلم ماو كلي. تبدأ قصة الفيلم بمطاردة نمر الأم وأب، وهم يحملون طفلهم الوحيد، وهذا النمر يكون اسمه شيركان، والأم تضم طفلها خوفا عليه وهي تريد تحميه من النمر، وتبقى تركض باتجاه معين حتى تشغل النمر، والنمر شيركان يقتل الأم والأب. ولما يكون الطفل موجود بذاك المكان يجي فهد أسود واسمه باجيرة، فياخذ الطفل وياه ويخليه بوكر أنثى الذيب، وأنثى الذيب يكون اسمها نيشا. فلما تشوفها تطلع هي وأطفالها هم مستغربين من الطفل وشلون اجى لهذا المكان وليش اجى. وهنا يجي زوجها اللي يكون اسمه فيهان، وهو متعجب لان اول مره يشوف طفل بشري. وبعدها نيشا تاخذ الطفل الزعيم القطيع اللي اسمه اكيلا، واكيلا هي الحيوانات اللي تاخذ الاوامر من عنده، وهو زعيم الغابه. ونيشا تعبر عن رغبتها بتربيه هذا الطفل هي وزوجها، فاكيلا يقول اني احتاج اشخاص يمثلون او يضمنون هذا الطفل. وهنا يتقدم باجيرا وياه فريسة، وقال له هاي الفريسة المطلوبه من عندي، وانا راح اكون ممثل على هذا الطفل، والممثل الثاني راح يكون بالو. ونعرف انه بالو هو دب ومدرب لكل اطفال الذئاب. فاكيلا يتمعن بوجه الطفل ويبقى يباوع عليه. وبهاي الاثناء واحد من القطيع يقول بانه اهل الطفل ما راح يتركوه بهاي الحاله، وراح يرجعون ويدورون عليه وراح تتسبب المشاكل للغاوه. لكن هنا يوصل النمر شيركان ويقول لهم انا قتلت اهله كلهم وهذا الطفل الي، وهو يطلب من الذئاب انه يرجعون الطفل اله، لكن القطيع يرفض ويبقون يدافعون عن الطفل. واكيلا يقول له اذا تريد توصل للطفل لازم تتعداني، واذا تعديتني فانت راح تحتدي على كل القطيع وعلى كل مبادئ وقيم الغابة. وهنا يرد النمر ويقول الأكيلة انت ما راح تبقى القائد للأبد، ولازم يجي يوم للأيام وتفشل بالصيد، ولما يجي ذاك الوقت انت راح تخسر منصبك، ولما تخسر منصبك انا راح اجي واخذ الطفل. وبعدها يتركهم ويروح. وبعد كل اللي صار أكيلا يوافق على تربية الطفل بالقطيع. وبعد مرور عدة سنوات يكبر الطفل ويكون هو وباجيرة بالأدغال، والحيوانات سموه فتى الأدغال، وبقى يتعلم الصيد وطرق العيش مثل باقي الحيوانات المفترسة. وهنا نشوفهم وهم يصيدون، وبعدها يأكلون اللي صادوه ويكملون ويروحون. أو يتوجه فتى الأدغال للدب بالو حتى يكمل تدريباته، وتدريباته كانت عبارة عن تعلم التركيز والثبات. وهنا الدب بالو قال له بأنه هذا التدريب راح يساعدك كل شهواية بالتركيز، فخلى على جسمه عقرب وقال له اذا تحركت وتشتت انتباهك فانت راح تموت بقرصة العقرب. وبعد ما انتهى التدريب قعد ماوكلي على التلة وهو يراقب البشر، فاجا صديق الذيب اللي اسمه بوت، وصار تحدي بيناتهم على اللي يوصل اسرع الوكر الذيب، وبدأوا يتسابقون. ولما يجي اليوم الجديد يبدي بالو يدربهم ويشرح لهم عن الاسلوب الجديد لهم بهاي المرحلة، ويقول لهم اللي يفشل بهاي التدريبات ما راح يدخل للقطيع ولازم يتسابقون الخط النهاية، وباجيرو راح يبقى يلاحقهم، واللي يلزمه باجيرو يخسر بالاختبار. وبعدها يبدا الاختبار والكل يركضون بكل سرعتهم، لكن بنص الطريق ماوكلي يترك التدريب وراح حتى يلعب ويا القرده، فالقرد يقدم الفاكهه اله، ولما ماوكلي يمد ايده القرد يسحبها وياخذها من عنده. وبعد وقت قصير يجي بالو ويشوف ماوكلي هو تارك التدريبات، فيعصب عليه ويقول له انه انت تشتت انتباهك ورحت تلعب مره ثانيه ويا قرد، وانا حذرتك من القرده لان هم ما يلتزمون باي قوانين وما يخافون من احد. ويقول له الوحيد اللي يخوفهم هو الثعبان اللي اسمه كا. يسأل ماوكلي منو كا، فبالو يجابه ويقول له هاي ثعبان ضخمة وهي كانت موجودة ببداية تكوين الأدغال، أو كا تقدر تشوف الماضي والمستقبل. وهم يمشون يشوفون قدامهم بقرة من مواشي البشر، وهاي البقرة مقتولة ومرمية على الطريق، فيقول له أكو حيوان كسر قانون الغابة. وبهاي الأثناء توجه بالو مباشرة للقطيع وبلغهم باللي شافه، وبلغهم عن جثة البقرة اللي انتركت بهذا المكان عمدا حتى باقي الحيوانات يشوفوها. والقطيع استنتج بأن الفاعل هو شيركان لأن هو دائما يخترق قوانين الغابة، فخلوا الذنب على أكيلا لأن هو سمح الماوكلي يبقى من ضمن قطيع الحيوانات، وهذا الشيء خطر عليهم لأن ماوكلي راح يجذب لهم البشر. وبهاي الأثناء أصر ضجة بالقطيع وانقسمت الحيوانات إلى فئة مؤيدة وفئة معارضة، فقرر أكيلا ينهي الاجتماع وطلب من الكل إنه يروح يبتعد عن المكان. ولما راحوا بقى هو وباجيرو وبالو، وأكيلا كلفهم مسؤولية نجاح ماوكلي بالاختبار لأنه هاي الفرصة هي فرصتهم الوحيدة حتى ينضم ماوكلي للقطيع. وبصباح اليوم الثاني يظهر بالو وهو يدرب ماوكلي على التسلق حتى يجاري سرعة الذئاب، بس ماوكلي يفشل الأكثر من مرة، لكن بعد عدة محاولات قدر ماوكلي ينجح. ولما انتهى التدريب راح ماوكلي للنهر حتى يسبح، لكن يشوف شيركان وهو واقف دا يغسل وجهه من الدم، وماوكلي ينصدم فانجبر يغطس بداخل المي وحبس أنفاسه وانتظر لحد ما ينتهي شيركان من شرب المي، لكن بعدها طلع لأن هو كان محتاج يتنفس وانهزم بسرعة من المي، وشيركان حس بيه ولحقه، وماوكلي وهو يركض وقع فخ من صنع البشر. وبقى
بقى يصرخ بأعلى صوته، وباجيرو سمع صوته، وهنا يشوف شيركان وهو يحوم يم الحفرة على مود يقتل ماوكلي ويتخلص من عنده، بس يجي الفيل ولف الخرطوم مالته على الطفل وسحبه من الحفرة، وهنا باجيرو يشوف المشهد وهو مصدوم وبعدها ياخذ ماوكلي ويروح، وبحلول الليل كان ماوكلي على التل ويا باجيرو وهم يشاهدون البشر، فيبدأ باجيرو يحكي لماوكلي ويقول له بأنه سبب وجود البشر هو النمر اللي دا ياكل الماشية، والبشر يريدون يقتلوه لأن هو خلص على الماشية مالتهم، لكن شيركان ما مهتم لأن شيركان مخادع وخطير ويقدر ينهزم بسهولة، فهنا يطلب من ماوكلي أنه يعيش ويا البشر لأن مكان البشر هو المكان الوحيد اللي يكون بيه بأمان وما يقدر شيركان يوصل إليه، فماوكلي يقول له وليش أني أروح للقرية؟ وباجيرو يقول له لأنه أنت كائن بشري وشيركان قتل أهلك وهسه يريد يقتلك، والقطيع ما راح يقدر يحميك إذا ما نجحت بالاختبار، فماوكلي انزعج من كلامه وتركه وراح، وبالصباح التالي يبدأ السباق، وأكيلا يقول لهم عن قوانين السباق ويبلغهم بأنه الذئب لازم يوصل الخط النهاية قبل لا يصيده باجيرو، وهسه يبدأ السباق والكل يركض باتجاه خط النهاية، وماوكلي قرر يستخدم طرق مختصرة ويتسلق الأشجار حتى يوصل أسرع، وباجيرو بقى يستهدفه حتى يوصل إلى ويصيده، لكن لحسن الحظ ماوكلي قرب يوصل الخط النهاية قبل كل الذئاب، لكن بآخر لحظة باجيرو يصيده، وللأسف يفشل ماوكلي ويبين الحزن على كل القطيع، وبالو يبقى يلوم ماوكلي ويقول له أنت فقدت انتباهك وتركيزك اللي علمته إلك بالتدريبات السابقة، بس ماوكلي يتعارك ويا بالو وباجيرو ويقول لهم بأن ماوكلي كان مستهدف وهذا الشيء واضح، وهنا ماوكلي يتركهم ويروح للغابة ويشوف القرود يلعبون ويبدأ يلعب وياهم نفس لعبة الفواكه. هنا كان الذئب بوت يتفرج عليهم، لكن القرود سحبوا ماوكلي وخطفوه، ومن جهة ثانية نشوف بالو وباجيرو هم كانوا يتعاركون، وبالو بقى يلوم الباجيرو لأن هو تقصد يهجم على ماوكلي، فباجيرو يبرر تصرفه ويقول له بأن هو خايف عليه من الأدغال ويريد يروح حتى يعيش ويا البشر، ويبقون يتعاركون اثنيناتهم لحد ما يقاطعهم بوت ويقول لهم بأن القردة خطفت ماوكلي، وبسرعة يتوجهون مباشرة المكان القرود حتى ينقذون ماوكلي، وهسه نرجع لماوكلي وهو موجود يم القرود ونشوفه وهو بدأ يحاول يسترجع وعيه، وبعدها يشوف همجية القرود وعدوانيتهم، وهنا القرود شمرت ماوكلي على صخرة وماوكلي يتأذى، وبهاي الأثناء وصل شيركان وانفرد بي ونشوف ماوكلي خايف، فيبدأ شيركان يتقرب له ويجرح بإيديه، ولما شيركان قرر يقتل ماوكلي وصل باجيرو وبالو وبدأوا يدافعون عن ماوكلي، بس هاجمهم القرود وبعدهم عنه، ورجع شيركان حتى يخلص عليه، لكن قبل ما يقتله توصل الأفعى كا وهي بدها تدافع عن ماوكلي وتنقذه من الموت، وبعدها هددت شيركان والقرود خافوا من الأفعى كا وانسحبوا، وإجا بالو وباجيرو واخذوا ماوكلي وراحوا، وبثاني يوم يروح القطيع للصيد ونشوف ماوكلي يراقبهم وهو حزين، وبهاي الأثناء يجي الذئب بوت ويبدأ يتباهى بنفسه وبماوكلي، فهو يقول له إحنا ضعفاء ومستحيل نصير مثلهم، وبسبب كلامه تهبط معنويات بوت ويحزن ويبتعد، ومن جهة ثانية نشوف أكيلا وهو رايح بمهمة رئيسية وهاي المهمة سنوية وهي إنه يصيد الفريسة اللي يصيدوها كل سنة حتى يبقى قائد للقطيع، ونرجع لماوكلي وهو يقرر إنه يروح ويبحث عن كا، وبعد مسافة جدا طويلة ماوكلي يلقاها ويسألها عن سبب انقاذها إله، فتقول له انت مخلوق الاول مرة وما تعرف بقانون الحيوانات وكل الحيوانات اللي بالادغال تطاردك وتريد تقتلك لانه انت مو مثل صنفها، فتقول له طور نفسك واجتهد لانه انت اللي راح تحارب وتنقذ الادغال من المخربين وراح تصير زعيم الغابة، وهسه نرجع لأكيلا ونشوفه هو فشل بالصيد لانه فريسته هربت، وبعدها يرجع الذئاب لمكانهم ويتفاجئون بشركان وهو موجود بمكان أكيلا ويم الضبع اللي هو المساعد مالته، وداير ما يدوره اكو قرود وذئاب متمردة على حكم أكيلا وايضا موجودين المؤيدين مالته، فتعجب أكيلا من اللي شافه، وشركان يقول لأكيلا انت هسه مو القائد ولازم الذئاب تتحداك حتى نعرف القائد الجديد، وفعلا تبدا الذئاب تهاجم أكيلا وأكيلا ينصاب باكثر من إصابة بس يبقى يقاوم بالذئاب، وهنا يوصل ماوكلي ويشوف اللي دا يصير والكل يراقب بدون اي ردة فعل، فيركض ماوكلي ويروح لبيوت البشر ويجيب النار ويبدا يبعد الذئاب اللي يهجمون أكيلا ويبقى يهدد بهم وبشركان، وفعلا ينسحب ويروح، فأكيلا يحكي ويا ماوكلي ويطرد من القطيع لأن هو استعمل أسلحة البشر وجاب العار لأكيلا وللقطيع، فيقرر ماوكلي إنه يروح ويتركهم لوحدهم، وبعدها يتوجه ماوكلي لقبيلة البشر حتى يعيش وياهم، ولما يوصل يجمعون البشر حواليه وهو يبقى يخوفهم بالنار، فيجي عليه رجل يضربه ويخليه يفقد الوعي، ولما يقعد بصباح اليوم الثاني يشوف نفسه محبوس بداخل قفص، ولما يجي الليل إجا باجيرو عليه وطلب من عنده إنه يتعود على حياة البشر ويكسب ثقتهم، لكن هو
كان حزين، فباجيره يتركه ويروح. وثاني يوم يشوف الرجال وهو شاف كل شيء، فقرر يفتح القفص الماوكلي ويعلمه شلون يستخدم السكينه، وشاف جرح ماوكلي وعرف انه جرحه هو النمر، فقال له انه احنا متشابهين وعدونا هو واحد ولازم نتعاون عليه. ماوكلي عرف انه هذا الرجال هو الصياد اللي يريد يقتل النمر. وبعد فتره وجيزه اتعود ماوكلي على حياه البشر وتاقلم وياهم. ولما تمر الايام يجي اخو الذيب على ماوكلي ويبلغ بانه القطيع تفكك وشركان استولى على مكانهم وحكم القطيع، وهو طلب من عنده المساعده، لكن ماوكلي رفض وقال له هذا الشيء ما يخصني وهاي دياري حاليا. ولما يجي الليل ماوكلي يتجول ببيت الرجال الصياد وشاف كوكامه حيوانات محنطه، وايضا شاف ناب الفيل المكسوره، واللي صدمه اكثر وجود راس صديقه الذيب بوت، فحزن كل شهوايه وقرر ينتقم من عنده. وماوكلي اخذ ناب الفيل وراح للفيل اللي ساعده واللي كان نابه مكسور، وقال له اني راح اساعدك واخليك تنتقم من اللي كسره، بس بشرط انه تساعدني حتى اقتل النمر. فالفيل يوافق، وبعدها توجه على اكيلا وباقي اتباعه وطلب منهم انه يساعدوه حتى يقتل النمر، لكن اكيلا يرفض يكسر قوانين الغابه. فماوكلي قال له انا اليوم راح اقتل هذا النمر. وبعدها بدت خطه ماوكلي، فبقى يصيح الشركان حتى يستدرجه، هو كان شايل سكينه بايده. وبالفعل نجحت الخطه والشركان اجى، ولما شافه وصل صاح على الفيله، وبعدها حصروا النمر وهاجموه ومنعوه من الهروب. وماوكلي دخل بنصهم وطعن النمر باكثر من طعنه، وكانت المهمه جدا صعبه عليه، وكل البشر اجتمعوا وبقوا يتفرجون. فالصياد شافهم ورفع بندقيته وضرب النمر، لكن ما اجت تبي. وماوكلي قال للفيل هذا الصياد هو اللي كسر نابك، وهنا الفيل اتوجه الى حتى يقتله وينتقم من عنده. بهاي الاثناء اتباع اكيلا قرروا يساعدون ماوكلي، وتستمر المعركه بين ماوكلي وشيركان بصعوبه جدا كبيره. وماوكلي يحاول يطعن شيركان، بس الصياد يضرب طلقه وبالغلط تصيب ماوكلي، وهنا يتقرب شيركان على ماوكلي حتى يقتله، لكن باللحظه المناسبه اكيلا يجم على شيركان وينقذه من الموت. وهنا الصياد يضرب طلقه وتصيب اكيلا وشيركان، والفيل يروح على الصياد ويقتله وينتقم من عنده، وشيركان يتقدم على ماوكلي حتى يقتله ويتخلص منه، بس اصدقائه يوصلون. وبعدها شيركان يتراجع داخل الغابه، وهنا يتوجه ماوكلي لاكيلا وهو يلفظ انفاسه الاخيره، واكيلا يطلب من ماوكلي انه هو يكون الزعيم خلافه عنه، وبعدها يموت. وماوكلي يحزن كل شهوايه واخذ سكينته وراح الشيركان ويا اصدقائه، ولما وصل اليه شافه هو بانفاسه الاخيره فقتله وخلص عليه. وباخر مشهد نشوفه الحيوانات شالت ماوكلي واخذوا له الغابه، وماوكلي صار هو الزعيم اللي الحيوانات تاخذ الاوامر من عنده. وبعدها عاشت الادغال بسلام بعد موت المخربين، ولهنا تكون نهايه الفيلم.